ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين. نتمنى انتم تتشاهدوا هذا الفيديو تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. هذا الفيديو غادي نديرو جوله في محل ديال الديكورات، اخر ما كاينه البنات في الديكورات، شي حاجه زوينه، شي حاجه تتحمق صراحه. غير خليكم مع الفيديو ما تمشيو فين، وغادي ندير معكم في نفس الوقت، غادي ندير معكم اخر ما كاين في التريات الروميين. الفيديو اللي كنت حطيت قبل غير على التريات، حطيت لكم غير على التريات ديال النحاس. هذه المره غادي نحط لكم الروميين، واحد التريات خفافين زوينين البنات، غادي يعجبوكم. انا هذه البنات هي لاكارت فيزيت ديالو، غادي نخلي لكم لادريس، نوريكم فين كاين المحل في اخر ديال الفيديو، وغادي نخلي لكم لادريس والنمره ديال التليفون في صندوق الوصف. قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم، بغيت نشكركم على التعليقات الزوينه اللي تتخليو ليا، شكرا ليكم بزاف، شكرا على الدعم ديالكم ليا. مرحبا بكم في القناه ديالي، بالنسبه للجداد ديالي مرحبا، بالناس القدام ديالي حتى هما مرحبا بهم. الا كنتي اول مره تشوف القناه ديالي، ضغط على الاشتراك ولايك والجرس باش يوصلك الجديد ديالي، وخلي ليا شي كومونتير، والناس القدام ديالي حتى هما يديروا ليا لايك ويخليوا ليا كومونتير، وتنشكركم بزاف بزاف. المهم خليكم مع الفيديو باش ما نطولش عليكم، ما تمشيو فين، بقاو مع الفيديو حتى الاخير. شوفوا 3 بالفرنك، هادشي تقيل زوين، 3 بالفرنك. شوفوا معايا هاد البلاطو شحال داير، كامل كامل ب 100 درهم، كامل مكمول، الثمن ديال القناه. اييه، وهاد الديكورات، هادوك الديكورات كاين 3 بياس، كاين بياسه، كاين 2 بياس، كاين 3 دابا بحال بياس، بياسه كدير 150 درهم، بياسه 150 درهم، هو بثلاثه تيجيو، بثلاثه غادي ديري 150 و150 هي 450، 9000 ريال، 9000 ريال. والبلاطو بوحدو، البلاطو بوحدو كيدير 250 درهم، 250 درهم، طلع القضيه. وهذا هادي كدير 280 درهم، 200. ايه، وهذا الفاز، هذاك الفاز كيدير 170، الفاز 170 درهم. ايه، وهذا البلاطو صغير، هذيك اونسومبل هادي كدير 500 درهم، هادي اخرى 500 درهم. ايه، وهذا الفاز اللي تحتو، الفاز اللي تحتو كيدير 300 درهم. وهذا هادي كدير 350 درهم. واش هادو قد كيف؟ عم تحط مع ثلاث قلط يعني. اييه، وهذا وهذا الديكور، هاد الديكور هذا فيه اربعة المرشاش والمباخرة الفوق، كيدير 650، 650 درهم. زوين الديكور. وهذا اللي حداه، اللي حداه هذاك مازال كيكونوا فيه غير حتى المريشاش، كيكونوا فيه مريشاش هنا، عالما هادو كيكونوا هنايا باش كيمشي اونسون. لا، على هذا تنهضر، كتهضري على هذا كيدير 330، 330 درهم هذا. وهذا اللي قلتي، اللي قلت لك كيكون فيه المريشات ديالو، كيدير 650، 650. وفيه هادو فيه جوج، هادو فيه جوج، تهلاي فيه ماشي تهملي، جوج هادو فيه جوج، هاد البلاطو 650 درهم. وهذا كيديروا فيه اشياء كيخليوه، هذا شوفوا معايا، هذا راه ثقيل البنات، كيحطوه كيخليوه حتى للصباح، لا تغسل في البلاصه وتنشف ويرجع للبلاصه. وهذا هذوك 3 بياس تتباعوا، 3 بياس شحال؟ 3 بياس هذو كيديروا 600 درهم، 600 درهم بثلاثه. وهذه هذيك هي 3 بياس، تتباع 3 بياس، صغيرة كبيرة مويان، ما تتباعش الوحدة، ما تجيش وحدة، كيكونوا سيري، سيري بشحال؟ سيري كيدير 550 درهم، 550 درهم. وهاد الفيزان، الفيزان كيديروا 7000 ريال، 3 بياس 350 درهم، 350 درهم. ايوا، هادي مجموعة،
هادي كتعمل 250 درهم بون بون. وهادو تا هما تيجيو بثلاثة؟ هادوك تا هما بثلاثة طروا بياس. طروا بياس بثلاثة شحال؟ 700 درهم. 700 درهم. وهادو من الكبيرة للصغيرة. هادي فيها الكبيرة وفيها حتى الميان هادي. هادي ها الموين ديال كيكون السيري في هادو كيكونوا ثاني السيري بثلاثه شحال دايرين كيدير 800 درهم 800 درهم ثلاثه الكبيره وكيكونوا الموين جوج والكبيره ديالها شحال الكبيره كدير 500 بحال ما هكاك 500 والموين الموين كدير 350 350 والصغيره الصغيره كدير 250 درهم 250 درهم ايه وهادو نعم هادو هادو طروا بياس كيديروا 650 درهم 650 درهم فيهم الدوغي وفيهم النوار فين هو النوار ديال ها النوار ديالها ها النوار ديالها الصفر هادي هي الكبيرة هذا موديل اخر هذاك موديل هذاك الطبق موديل اخر هذاك الطبق هذاك شحال ديال الكبير؟ ديالو الكبير كيدير 650 وهذا كيدير 450 وهذا كيدير 400 درهم 650 الكبير وهذا الصغير هذاك 450 درهم هذا 450 وهذا 400 درهم وهذا 400 درهم وكاينه لالا المبيع خرب المريش لا تا حنا واصلين شنو هذا؟ هذا شحال هذا؟ هذاك حتى هو بحال الشكل هذا بحال هذا غير اليدين منه هذا شتي هذا كيدير 300 درهم 300 درهم واللي صغر منه اللي صغر منه 250 الصغير 230 230 شوف الديكور زوين هذا الشيء شحال دايره هذه قلتي هذيك مبيخ راه كاينه هذه كدير 680 درهم وكاينه هذه كدير 600 درهم هما بحال بحال هنايا غير هادي بيناتهم 50 درهم غير دابا هادي حجم كبير هنا وهادي حجم صغير ما لتحت قد دخل 650 600 680 680 600 و 600 راه قال لكم الفرق بيناتهم وهادي هادي هادي 150 درهم السيري ب 450 درهم السيري ب 450 درهم تنصف راسك اها وهادي هادي هي هادي بانت ليا الدولار هادي دابا مازال ما راكبش لا هذا اه مازال نصبر والبرارد البرارد هذاك 250 250 درهم فضه ها انتم فضه ديال فاس خدمه ديال فاس ايه ايه وهذا 250 هادو 250 درهم وهذا 230 هذا 230 واللي حداه 230 هاد البرارد والصينيه الصينيه هذيك 200 درهم هذه 200 درهم والاخرى اللي حدا حتى هي 200 درهم الزواقه اللي مختلفين فيها الديكور داير 750 درهم في ثلاثه وهذا اللي حدا بحالو هذا 600 درهم واللي حدا 500 هذا 500 درهم وهذا اللي حداه هذا بحال بحال هذا غير اللي مختلف 750 هذا قال لكم بحال الاولاني الابيض نفس الثمن وهذا اللي حداه في جوج فيزان 700 450 وهذا اللي حداه 450 حتى هذا 450 بحالو بحال هذا وهادو ثلاثة اه 550 550 هذا بثلاثة وهادو هادوك 200 درهم 200 درهم بثلاثة بثلاثة فيمشي خمسة الألوان بثلاثة تيجيو ثلاثة هادو تيجيو بثلاثة وفيهم الموف وهادي شحال دايرة هنايا هادي
هادي 280 ثقيله حنا بحال الكري ديالو ماشي وهذا الكحل او هذه كري في الطوال هادو هادو 600 درهم هادو 600 درهم هادو جاو بحال ديال صحاب الشيشه هادي شحال قلتي يا هادو دايرين 600 درهم معاك هذاك الله محمد تاهو وهذا 200 درهم 200 درهم وهاد هاد فين هو هادو هما هاد البيضين اللي قلتي هادو غير الموديلات والالوان هادو غير الموديلات اللي مختلفين شحال قلتي يا الثمن فين هو هادو هادو 200 درهم 200 درهم 200 درهم وفيه الالوان 200 درهم فيه هاد الدائر وفيه داك الطويل بحال ما هكا تشوفوا فيه حتى هما 200 درهم هما 200 درهم 200 درهم وهذا هذاك 230 230 واللي وراها الديكور اللي وراها اللي وراها الله محمد لا هادي غير الله الله كتمشي كتمشي الله محمد بحال ما هكا انا عند بالي هادو ملاصقين لا ما ملاصقين والو الله محمد كيفاش هادي في الصفر ياك 200 درهم وهذا وحده 200 درهم ماشي بجوج بجوج 200 درهم الله محمد هادو تيجيو بجوج و 200 درهم بحالها بحال هاد في البيض وهادي زوينه هادي هاديك بالنحاس كدير 750 درهم هادي 750 درهم في أربعة وهاد الديكور هذا هذا ثلاثة ما كاينينش في يمشي ثلاثة بحال هذا الشيء هذا بداك هذا قالك تيجي ثلاثة بحالو بحال هاد الديكور هذا بحال الطوغي شحال تيبقاو كيبقاو 500 درهم 500 درهم راه هو هذا راه هو هذا هذا صغير هذا كبير وهذاك صغير راه صغير ماشي هو هذا بالضبط انا عجبني هذا دايز مع هادو هذا السي بحال غنمشي شي هذا ها هو السي اللي دابا بحال ما هكا كيكون وهادو هادو كيديروا 200 درهم 200 درهم هادو ايه وهاد الطابلو شحال؟ الطابلو 350 درهم 350 بوليستير بوليستير 350 زوين زوين وهذا الكبير ديالو 120 هذا كيدير 1200 درهم كاينه المرايا كاينه المرايا شحال تتبقى المرايا؟ المرايا 1000 درهم هذه المرايا 1000 درهم بحال هذيك عندنا هذي اختها هاد الصفرا عندنا بحالها وهاد هاد الساعة 980 درهم 980 درهم هاد المرايا سامبل شحال دايرة 300 درهم 300 درهم ندوزو دابا للثريات ندوزو للأثمنة ديال الثريات نوريكم اخر ما كاين في الثريات كاين هذا الموديل هذا قالك يلا خال شحال دايره هذه في الثمن هذه 1500 درهم 1500 درهم برونز برونز وكاينه هذه هذه شحال هذه كتعمل 1400 درهم 60 سنتيم و 50 سنتيم بحال هذا العبار هذا بحال هذا العبار شحال تيبقى 50 سنتيم 1100 درهم هذا 1100 وهذه 1400 وهذه 1400 ماشي بيناتهم بيناتهم 10 سنتيم ديال الفرق هذه 60 سنتيم وهذه 50 سنتيم بيناتهم شي بزاف وكاين هذه الورده ثاني 50 سنتيم ها هي وكاين الكاري ديالهم راه هو الكاري 50 على 50 و 60 على 60 اييه الكاري ب 50 كتعمل 1100 درهم و 60 كتعمل 1400 درهم وهادي فين هي هادي 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 900 درهم هادي 900 درهم هذا هو اخر ما كاين اخر زيديك هادي ثاني هايا
هذه كتعمل 900 درهم هذه 900 درهم زويون فيها أربعة البولات والفوق شفتها كتجي تجي زوينة هي وفينا هي اللي وهذه هذه انا عجبتني اكثر هذه فيها اللاد هنا في الدرعين ديالها وكاين البولات الوسط كاين فيها الربعه وفيها الثلاثه شحال تتبقى هذه 800 درهم 3 700 درهم 800 درهم ثلاثة ديالها هذه أربعة البولات وهذه ثلاثة أربعة شحال؟ أربعة كدير 800 درهم 400 ثلاثة كتعمل 700 درهم هذيك ثاني مبدلة ديكور آخر ثاني هذا موديل آخر عاوتاني شحال هذه تتبقى؟ هذيك هي 800 درهم حتى هذه 800 درهم فيها أربعة البولات وهادي هادي هادي 850 هادي ديال كريستال كريستال انوكس 850 درهم فيها تيت فيها الربعه فيها الخمسه هادي فيها اربعه دايرين وحده هنا هي خمسه وكاينه ثلاثه وحده هي اربعه وهي في ثلاثه وثلاثه شحال تتبقى 750 750 درهم هذا هو الاخر في الدريات اش تقولوا لهاد الزنقه المحل هاد الزنقه بلوك او اف صحاب ترياس بلوك هذا بلوك هذا حيت كاين بلوك هادي الزنقه بلوك ديالو كاين حدا من الماين ها ها الدخله البوست المخفر ديال راه المحل المحل هذاك الزنقه شنو ترى الزنقه معروفه هذه المخفر هذاك ديال الشنطه فيه صافي المحل ديال نبيل نبيل راه عندك كارت فيزيت صافي هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى يكون عجبكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله بالسلامه عليكم